للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد محمد أحمد سند، رئيس مجموعة التفتيش الدوري والميداني بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. أهلا بك في نشرة الثالثة. وخلال قيامكم بهذه الحملات التفتيشية في الأسواق، هل رصدتم أي مخالفين؟ وفي حال رصد أي محاولة بالتلاعب بالأسعار، ما هي الإجراءات القانونية التي تتخذونها؟ مساء الخير جميعا وعلى مستمعينا الكرام، ومبارك عليكم الشهر متبقى منه. طبعا تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله، بتكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتشديد الرقابة على الأسواق التجارية خلال هذه الفترة، ولله الحمد يعني لم يتم رصد أي مخالفات أو تلاعب بالأسعار. يعني لو تم رصد أي مخالفات أو تلاعب الوزارة راح تتخذ الإجراءات القانونية، ولكن أنا ما تفضلت لله الحمد لم يتم رصد أي مخالفات أو تلاعب بهذه الفترة. نعم سيد محمد، هل هناك خطة لتغطية أكبر للأسواق التجارية خاصة خلال هذه الفترة، هي فترة رمضان في محافظات المملكة، وذلك للتأكد أولا من وفرة السلع وثانيا من استقرار الأسعار أيضا؟ طبعا ابتدينا أمانة وضع الخطة قبل أسبوعين من دخول شهر رمضان الفضيل، وتم تغطية جميع منافذ البيع من الأسواق التجارية والمركزية، والحاليا طبعا كثفنا هذه الحملات بوجود المفتشين الميدانيين بشكل يومي على فترتين الصباحية والمسائية، يتأكدون من وفرة هذه السلع بالإضافة إلى عدم التلاعب بالأسعار. مو بس دورهم يتأكدون الأسعار في الشلف، لا، احنا نتأكد حتى أساسا الأسعار من بلد المنشأ للمورد لما يوصل للمستهلك. ولله الحمد نفس ما ذكرت في السابق ان الحمد لله رب العالمين ما صار في اي مخالفات او تلاعب بالاسعار. واحنا ندعو المواطنين الكرام بعدم التهافت لشراء السلع الغذائيه، لان لله الحمد السلع الغذائيه متوفره وعند المستهلك الخيار الشراء من كذا سلعه. يعني فرد نكرر يعني اذا في اي شكوى او لاحظ احد المستهلكين انه في تلاعب بالاسعار يقدر يتواصل على رقم حمايه المستهلك اللي هو 8001 او عبر تطبيق اللي هو تواصل. نعم، السيد محمد أحمد سند، رئيس مجموعة التفتيش الدوري والميداني بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، شكرا جزيلا لك.